مركز تطبيقات وأبحاث التكنولوجيا الحيوية مركزا يسعده العمل بالبنية التحتية والمعدات والموظفين الخبراء والحصول على نتائج جيدة. نحتاج إلى التعبير عن أن طلابنا الذين يرغبون في الاستفادة من هذا المرفق يمكن أن يتقدموا أولا إلى برنامج الماجستير والدكتوراه في أقسام الكليات ذات الصلة في جامعتنا. يمكن أن تكون ضمن هذه الكليات كلية الزراعة وكلية العلوم وكلية الطب وكلية الهندسة. بعد ذلك سيكون بابنا مفتوحا دائما لكم. بالإضافة إلى ذلك، عندما تأتي إلى مركز تطبيقات وأبحاث التكنولوجيا الحيوية سترى أنه مركز يمكنك دائما العثور فيه على الأسئلة التي تريد الإجابة عنها وحلها، حيث تفكر في المستقبل الذي تريده لتحقيق أحلامك. يقع مركز تطبيقات وأبحاث التكنولوجيا الحيوية لدينا كمركز به بنية تحتية واسعة تتيح الفرصة للعمل 5 أيام في الأسبوع وبعد الساعة 17، خاصة في أيام معينة وفي مختبرات معينة. نظرا لبنيتها التحتية البحثية الواسعة في هذه المرحلة، أود أن أقدم بعض المعلومات حول أجهزتنا وتطبيقاتنا. جهاز بيجيري الخاص بنا والذي يتيح إعادة إنتاج منطقة الحمض النووي المرغوبة، وجهاز الرحلان الكهربائي الهلامي والذي يمكن من فصل الحمض النووي الريبي والحمض النووي والبروتينات بالتيار الكهربائي، ونظام التصوير المستخدم في تحليل المواد الجينية والبروتينات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات الفصل الكهربائي، ويستخدم للحصول على الزيوت والدهون من مصادر مختلفة بمساعدة مذيب، قارئات تقيس البيانات الضوئية للمواد، ويعطي مقياس الطيف معلومات حول التركيب أو الكمية أو الخصائص الأخرى للمواد. من بين غرفتنا لزراعة النباتات، حيث يمكن للبيئة التحكم في درجة الحرارة والضوء والرطوبة وتدفق الهواء وعوامل أخرى، أهم مواد البنية التحتية في مركز تطبيقات وأبحاث التكنولوجيا الحيوية لدينا، توجد العديد من الأجهزة التي تتطلب إعدادا أوليا لعمل الباحثين في ساحة انتظار السيارات الخاصة بنا. هذه الأفران والخلاطات وأجهزة تحليل الأس الهيدروجيني والخزانات هي أجهزتنا المساعدة الأخرى داخل مركز أبحاث وتطبيق التكنولوجيا الحيوية. أتمنى التوفيق لأصدقائي الذين سيتقدمون لامتحان الجامعة. نود أن نراكم جميعا بيننا في مركز تطبيقات وأبحاث التكنولوجيا الحيوية بجامعة بلجيك شيها إدبيلي.